لسه مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي بكره عنده مباراه مع سيمبا التنزاني، وكان لسه محمد مجدي قفشه له تصريحات دلوقتي بيقول للمراسل يعني ما تسالنيش عن الفرص الضايعه، المدرب هو اللي يسالني مش انت اللي تسالني. الاهلي ما زال لديه نفس المشكله ان هو عنده ازمه في الفرص الضايعه، ازمه في انهاء الهجمات، رغم التميز الرائع جدا للاهلي الموسم الماضي. ليه يا استاذ حسن من وجهه نظرك؟ اولا مش الاهلي بس، معظم فرقنا يعني، لكن الاهلي طبعا عشان فريق بيوصل كتير للجون، جون المنافس ايا كان المنافس مين، ف بتجيله فرص كتير، فكم الفرص اللي بتضيع برضه كتير. يعني خلينا نقول ان المفروض الاربع فرص اللي في الشوط الاول صحيح، والاثنين اللي في الشوط في اخر دقايق المباراه صحيح، منهم واحده كانت اوف سايد جت في العارضه مش مهم يعني، الاخيره بتاعت صلاح محسن، هنقول خمس فرص، لا كان الماتش يخلص بنتيجه كبيره يعني. صحيح، الفرص دي على الاقل اثنين منها لازم يبقوا جوان. ف يعني انت لعيب محترف لازم تبقى شايف الجون، شايف الجون، شايف شايف المرمى، وشايف كمان حارس المرمى واقف فين ومركز جدا، وفي علاقه ما بين ذهنك وعقلك وقدمك وتسجل. انت محترف، الفرق بين واحد هاوي ما عندوش خبرات بتاعت لعيبه النادي الاهلي وينفرد بمرمى ويضيع يعني. انت بتشوف هالاند مثلا اخر ماتش شوطه على طول جول، شوف صلاح يعني بيضيع ساعات، بس غالبا لما تجيله فرص انفراديه فيها انفراد لا بتبقى اهداف. طب عشان انت قلت صلاح، ما كنتش ناوي بس خلاص ده ما انت قلت يعني.